شو عم تعملي يا حبيبتي؟ أيوة عم تلعبي بالمهرج؟ يه ليش شعراته هيك منكوشين؟ هاتي لحتى مشطن. ليش مشربكين ببعضهم كل هالقد؟ شو هذا الصوت اللي عم يطلع؟ هو بيطالع صوت صح؟ شو هاد؟ شوفي. إيه؟ لا مصيبة إذا بتشوف الكاميرا باللعبة. مو معقول. بتعرفي شو بنتي؟ امسكيها شوي دقيقة واحدة بس وبجيب شوف شو هالصوت. أهلا وسهلا، تفضل تفضل حبيبتي. روحي على غرفتك والعبي لأنه بدي أحكي مع عمو شوي. يلا ماشي. يلا حبيبتي تفضل عود. إجا بوقته. اسمعني، أنا كل يلي بدي إياه أني سلم شغلي لواحد يكون بيستاهل كل هالشي. تمام. وما عندي أفضل من روشني وسيد هارت صهري. آخر كم شهر كانوا صعبين وما حدا بيقدر يعرف شو اللي بده يصير لسه، لهيك بأسرع وقت خلينا نخلص كل المعاملات. روشني لساتها صغيرة بس سيد هارت واعي وأنا بوثق فيه كتير، ومتأكدة إنه رح يساعدوني ورح يكبروا الشغل كمان، أنا واثقة. صح، وأنت أدرى بهالموضوع هاد، بس إمتى بتحبي إنه نبلش؟ قالوا لي إنه رح يرجعوا بعد كم يوم، بس أنت بلش بالوراق فوراً، كون جهزت أموري، بناسبك هيك؟ ماشي ماشي، شكراً، شكراً كتير.